قبل أن تطارده عصا الرقيب، عاش الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري في هذا البيت في آخر عقد له في وطنه. ومنذ أغسطس الماضي تحول هذا المنزل إلى مركز ثقافي ومتحف يقصده من أحب الشعر الجواهري ولمس حبه للعراق. هاي المناظر الشخصية اللي كان يرتديها، والساعة مالته البسيطة اللي صاحبة الأرقام الكبيرة على ما يقدر يشوفها. مقتنيات شخصية للشاعر وكثير من صوره التي رصدت مراحل حياته جمعت كلها هنا تكريما للشاعر الذي عاش ومات على حب العراق. أنا ولادتي بال 79 اللي هي صادفت وراء هجرة جدي الأخيرة إلى خارج العراق، فمع الأسف أنه أنا ما سنحت لي الفرصة أنه أنا أشوفه أو أجلس له وياه أو أسمع حتى قصيدة من قصائده وجها لوجه. بس من خلال أهلي وأقاربي، يعني اللي أسمعهم من خلال المعارف عن إنسانية الجواهر اللي هي مبينة أكيد بقصائده وحبه للعراق والناس بصورة عامة. يعني تجد في كل زاوية من هذا الدار ذكرى تنبئ عن حدث معين، وشهد هذا الدار أيضا الذي سكنه الجواهري. طبعا هو تم بناء أنجز بناءه في أواخر العام 1971، وسكنه الشاعر للعام 1980، وهو العام الذي غادر بعدها الجواهري لمواقف الوطنية المعروفة تجاه السلطة الحاكمة آنذاك. وكما تعلم أن الجواهري يعني اعتاد أن لا يهادن، وسكن العديد من المنافي. مات الجواهري في منفاه في دمشق قبل أن يعود إلى العراق، وفي بيته الأخير في وطنه تحاول أمانة بغداد اليوم بالتعاون مع عائلته تكريم ذكراه في وطنه العراق وتقديمه مجدداً للجيل الصاعد.